تراث وبنالف يعني والالحان اللي بتشتغل عليها كلها امازيغي امازيغي ودي الحان ثابته واحده لا يعني مثلا دلوقتي انا عندي واحد مثلا يالف اغنيه انا الحن الموسيقى بتاعتها قول لي صح او غلط ما عادش في افراح سيوي لا كتير بيبقى فيها فرق سيويه لا لا زمان كان في بيبقى في عند البيت العريس يبقى في فرح ثلاث أيام كلهم في غنى والعريس بياخدوا زفة من العين العرايس اللي هنا دي لغاية البيت يبقى بالسلمية والطبلة إنما دلوقتي ليه؟ إيه اللي اختلف؟ قال لك عيب ده بقول لك حرام في ستات بتغني في سيوة؟ في ستات بتغني بس دلوقتي ما بتغنيش تاني لأن بتغني في الأفراح بس يعني في مع النسوان مع الستات أصلي بتألف وبتغني هي اللي بتألف مش مصديبون هي اللي بتألف ودول ما بيطلعوش للمجتمع بيغنوش قدام العامة لا ما مع نفسهم بس من زمان نفس الوضع ده ولا اختلف من زمان عالي يظهروا من زمان خالص يظهروا إنما دلوقتي لا انت عملت فرقتك سنة كام بدأت ازاي وتجمعته ازاي بديت أعمل فرقة تلقائية في 98 قبل كده كنت شغال مع الله يرحمه الحق لو تحبوه وادي انا قنظر قنقل الشيم الطاول غير اقل تاقي اكثر الجنافات والحصرة يا ناسي سيوان تنزا يا ناسي سيوان تنزا يا ناسي سيوان تنزا قنقل سقانا مرلسا يا ناسي سيوان الآلة دي ايه بقى؟ دي ماسوره بتبقى الامونيا او نحاس بتبقى 4 خرام بتجيبها منين الماسوره ماسوره يعني مره جبت سبيدران هي اللي هي احسن حاجه بتبقى احسن حاجه سبيدران من القاهره بتجيبها من القاهره دي مواسير ايه اصلا دي ماسوره الامونيا بتستخدم ليه اصلا في مبرد تقريبا مبردات تكييف فانت بتجيبها وبتحولها طب الاله دي 4 أخرام دي 4 دي امازيغي 4 امازيغي 4 طب وبتلعب بيها الحان كتير لا هي عندها الحان محدده بقى محدده في حاجات مش هتقولهم يعني هتبقى ناقصه انما الامازيغي الاصل بتاعنا بتقوله اي حاجه امازيغي بتقولها احنا عندنا المقرونه بقى المقرونه اللي بتكمل يعني طب قول لي دايما اعرف ان انت لو هتغني او في فرقه ما ينفعش يبقى الالتين مع بعض يا مقرونه يا سلميه صح كده ليه بقى عشان دي عندها صوت واحد هو واحد يعني ما بيتغيرش المقرونه بتتغير يعني ايه صوت واحد يعني مقام واحد اصلا مقام واحد هو مقام ايه بقى اللي بتشتغل عليه دي هو زياده على الله شويه يعني زياده على الله الموضوعات اللي بتناقشها الأغنية السيوية الأمازيغية إيه؟ أغاني مثلاً عن النخيل عن الحصاد يعني الحصاد أغاني العرس أغاني العرس مع اللي هي رأس الزقالة اللي هي الرأسة اللي هي بال بتاعت الجريد لا غيرها غير بتاع الجريد الأجبال جميقة طراغي الأجبال قد فاخي We'll be right back.
المجال دوت هو اللي جذبني ليه. ازاي بقى؟ كحبا للموسيقى، يعني بشوف الاجيال كانت اكبر مني بيغنوا بيعملوا حفلات وكده، وفي نفس الوقت يعني شغف انك تشوف حاجه لبلدك مميزه وفريده من نوعها. ده سيوي اللبس بتاعك ده؟ نظام الجلابيه سيوي بس تطريز، هو يعتبر مرسى مطروح كده. واللفافه العمه اللي انت لابسها؟ لا ده بقى يعني اللفه هي سيوي تمام، القماشه حاجه تانيه. بالظبط. تنفع تحلها وتلفها ولا انت ما بتكشفش يعني راسك؟ لا مش بكشفش راس يعني بس عادي. ايوه دي اصلها. اه تمام. تلف كده؟ اه تبقى من تحت. تحت خالص كده. دي اللفه السيوي. دي اللفه السيوي تمام. وانت بتحب تلبس الحاجات بتاعه البلد بتاعتك؟ اه تراث. ايه اللي جذبك للايقاع تحديدا، للطبله تحديدا؟ الايقاع تحديدا بص هو يعني بيديك روح من الحاجات الجميله اللي بتطلع طاقتك فيها، فانا بحبها كشغف كمان يعني. طب انتوا عندكم ايقاعات محدده للامازيغي؟ ثلاثه هما. اللي هما ايه بقى؟ هي واحده اسمها الزيدان. زيدان اه. والنيج. والنيج وعباخة بابا. ايه؟ عبخ. عباخة بابا. عباخة بابا؟ اه. دي بقى الزيدان. تمام. تمام؟ اه. واديك النيج اللي هي الفو بقى اللي احنا بنطلع بيها. آه. اللي هي بتبقى الريتم العالي. عالي. تمام.